السلام عليكم أعزائي المتابعين. في فيديو النهاردة هنشرح طريقة نقل الملفات والصور من التليفون للكمبيوتر والعكس صحيح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش برضو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان أول ما ننزل فيديو جديد يجيلك إشعار. وما طولش عليكم أكتر من كده ويلا بينا نخش على الفيديو. رابط تنزيل البرنامج تحت في الوصف وفي أول تعليق. هتفتح السيت اب، وبعد كده هتضغط على اكسبت او موافق، وبعد كده نيكست، وهتلاقي البرنامج بيتسطب معاك بالشكل ده. طبعا عشان يشتغل وتعرف تنقل الملفات لازم يكون تليفونك والكمبيوتر متصلين بنفس الشبكه، مش مهم يكون في نت في الشبكه، يعني من الاخر لو الباقه بتاعت الواي فاي بتاعك خلصانه الطريقه دي تشتغل بدون اي مشاكل. المهم هتسيب البرنامج شغال زي ما هو كده، بعد كده هتفتح البرنامج على التليفون وتضغط على علامة الزائد دي، وبعدين تختار اتصال بالكمبيوتر ويفتح لك الكاميرا. هتمسح او هتوجه مربع المسح ده على الكيو ار كود اللي ظهر لك على الكمبيوتر، بعد كده هيتصل معاك. زي ما انت شايف الصور بتاعتي والملفات اللي على التليفون موجودة كلها هنا، ولو حبيت تنقل بتضغط على علامة التنزيل دي او بتخش من على التليفون وتختار الملف اللي انت عايز تبعته للكمبيوتر. ولو حبيت تنقل من الكمبيوتر للتليفون بتضغط هنا، بعد كده بتختار الملف اللي انت عايز تنقله. وزي ما انت شايف الملفات اتنقلت اهي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان أول ما ننزل فيديو جديد يجيلك إشعار، ويلا نراكم في فيديو جديد.